80 مركزا قرآنية وسبعة مراكز أخرى لرعاية الأجيال تجدها موزعة على مختلف مناطق المملكة، تشرف عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي من تؤدي دورها المجتمعي في دعم الناشئة وصقل شخصياتهم وتعليمهم العلوم الشرعية، إلى جانب غرس أسمى مبادئ المواطنة في نفوسهم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كفيف يرى القرآن بقلبه، مجتهد بارع بتجويده وحفظ آياته. عبد الرحمن، زهرة وجدت مكانها في بستان المراكز الصيفية لينشر شذا عطره بصوته الأخاذ الذي يستميلك عنوة من شدة جماله. والمركز لا يقتصر على النشاط الصيفي فقط، يعني في حلقات حتى بعد أوقات الدراسة بعد المغرب للعشاء، حتى في الصيف موجودة، بس يكون الصيف هاي دورة وتزودوا من العصر تبدأ للعشاء، تحاول أنك تبذل قصار جهدك يعني عشان تحفظ. هو واحد من بين 5000 طالب وطالبة التحقوا فور انتهاء عامهم الدراسي ليستفيدوا من فعاليات النشاطات الصيفية السنوية في 80 مركزا قرآنيا وسبعة مراكز لرعاية الأجيال تجدها في مختلف مناطق المملكة، تقوم بالإشراف عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف صقل الناشئة والشخصية السوية وغرس مبادئ المواطنة النموذجية لدى حفظة القرآن الكريم. مراكز التحفيظ ما تختص فقط في القرآن الكريم، إنما في غرس الأخلاق الحسنة الحميدة في نفوس الطلاب بجميع مراحلهم، وكذلك الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالقرآن الكريم، العقيدة والتفسير والأخلاق والسيرة النبوية. قدم يعني كثير من البرامج مثل البرامج التربوية والثقافية والاهتمام بالقرآن الكريم والحفظ، فكثير من الشباب ختموا القرآن الكريم يعني خلال السنوات اللي راحت. كوادر مؤهلة علميا ووعظيا يقع عليها الدور الأكبر في إكساب الفئة المستهدفة متنوع القيم السامية والأخلاق النبيلة في بيئة قرآنية تشجع على الوسطية والاعتدال، وتمنح عبر نوافذها المهارات الإبداعية وسلوكيات الأخلاق الفاضلة، ناهيك عن إشراك فرسان التغيير في مختلف البرامج الترفيهية والتنموية. تعلمت تعليم علوم القرآن وتعليم الدين الإسلامي وتعليم الأخلاق وتعليم حب الوطن. علمونا حفظ القرآن الكريم، معلمتنا عقب كل صلاة مغرب تعطينا عبرة قصيرة عن الصلاة والتسبيح، ومرات مركزنا يعني يعطونا نشاطات ترفيهية. محاور متنوعة تعمد المراكز الصيفية تناولها تتمحور حول المجال الوعظي ومجال التنمية البشرية وفي مجال الإرشاد الاجتماعي والنفسي، فضلا عن وجود متخصصين في المجال التقني. المراكز الصيفية بأنشطتها الهادفة تضمن تكوين عوائد ومخرجات إيجابية كما ونوعا، وستسهم بلا أدنى شك في نشر الصلاح بين عناصر المجتمع، خصوصا فئة البراعم والناشئة التي من الواجب صقل شخصيتها وإنماء أفكارها العلمية والعملية وتشكيل الرغبة لديها بضرورة الإبحار في الشريعة والدين والغوص في علوم السنة والتزود منها وحفظ أحاديثها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.